ننتقل مشاهدينا إلى ملف آخر. امتلأت مكاتب المحكمة الشرعية في مدينة دير الزور بأضابير قضايا إثبات الزواج وإثبات نسب الأطفال وقضايا الطلاق أو الطلاق الغيابي، في ظاهرة خلفت كثيرا من الضحايا النساء اللواتي أجبرن على الزواج من هؤلاء العناصر في فترة الحرب في المدينة بين النظام وتنظيم الدولة، وأقصد هنا دير الزور. صحيح، عناصر النظام تزوجوهن دون تسجيل وتركوهن، فما هو مصير ضحايا زواج الإكراه في دير الزور؟ هذا كان مضمون تقرير نشره الموقع الرسمي لتلفزيون سوريا بالاستناد إلى معلومات خاصة وشهادات متضررات. فكيف سيتعامل القانون معهم وما هي ظروفهم الحالية ومن المسؤول عن مساعدتهم لتجاوز هذه المحنة الشاقة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا هذه الليلة بعد متابعة هذا التقرير. كان متوحشا ويعاملني كخادمة ويقسو علي، احتملت كثيرا من الضرب والإهانة وحالته المزرية التي كان يأتي بها مخمورا، كم تمنيت الموت. هذا ما أخبرتنا به حنان، وهي ضحية من ضحايا تزويج البنات لعناصر من قوات نظام الأسد التي امتلأت مكاتب المحكمة الشرعية في مدينة دير الزور بقضايا تحكي قصصهن. فبعد أن وجدت تلك الفتيات أنفسهن مرغمات على ذلك الزواج بحكم الواقع ولتأمين أساسيات الحياة، رغم معرفتهن بأن هذا الزواج ليس إلا زواجا مرحليا سينتهي بمجرد انتهاء خدمة هذا العنصر في المدينة، وجدنا أنفسهن في مشكلة أكبر، وهي إثبات هذا الزواج قانونيا وإثبات نسب الأطفال إن وجدوا وإثبات الطلاق أيضا. عدة فتيات عشنا التجربة نفسها التي عاشتها حنان رغم الرفض المجتمعي لهذا الزواج، لكن ظروف الحصار وانعدام أساسيات الحياة هو ما أجبرهن على قبول زواج لم يتم تسجيله في المحكمة الشرعية واقتصر على موافقة الشيخ بحجة أن القانون يمنع العسكريين من الزواج خلال الخدمة. هذا ما جعل الأمر سهلا بالنسبة للعسكريين، فهذا الزواج لا يلزم صاحبه بمهر أو مؤخر صداق، فيتزوج العسكري من شاء ويتركها متى شاء دون إخبار من كانت يوما زوجته باسمه أو أي معلومات شخصية عنه، تاركا وراءه زوجة مطلقة بلا عقد إثبات زواج أو طلاق. لكن ما يزيد الأمر سوءا هو أن المحاكم لا يمكنها في هذه الحالات إصدار أوراق ثبوتية للنساء الضحايا ليكملن حياتهن، بحسب ما قاله محام في مدينة دير الزور، لتبقى قضايا هؤلاء النسوة معلقة بحكم سلطة العسكر وميليشياته، وتبقى حنان ورفيقاتها ضحايا جددا ينتظرون حلا ينتشلهم من الشقاء. حول هذا الملف ينضم إلينا من أورفا الصحفي مصعب الحنت. أهلا وسهلا بك مصعب. يسعد مساك مصعب. يعني ما الأسباب الحقيقية اليوم لانتشار تلك الظاهرة في دير الزور، ولماذا نشهد هذا الكم الكبير من الزواج يعني غير المثبت؟ أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. يعني لا يخفى على أحد بعد يعني الثورة السورية بعد عام تقريبا الحرب الدائرة في سوريا هي كانت أهم هذه الأسباب. الحصار المطبق الخانق في عندما سيطرت الجيش الحر على بعض المناطق من قوات النظام وحررها، كان هناك حصار على مناطق الجيش الحر، وأيضا بعد أعوام سيطرت داعش على المنطقة وكان هناك حصار خانق أيضا عند قوات النظام. أهم الأسباب التي جعلت الأهالي يعني يكرهون بناتهم على الزواج هو الجوع والفقر والعوز. يعني العائلة في حصار حي الجورة مثلا، كانت داعش يعني أطبقت الحصار على حي الجورة في مدينة دير الزور، ما في طعام ما في شراب، عناصر قوات النظام تأكل وتشرب كما تشاء، عندهم قوة ونفوذ، فيضطر الأهالي لتزويج بناتهم لعنصر من عناصر النظام أو مقاتل أجنبي أفغاني أو إيراني أو إلى آخره. سبب آخر هو النفوذ والقوة. طب قبل أن انتقل إلى السبب الآخر، هل كانت العناصر تصد رمق الجوع؟ يعني هل كان هناك فائدة من تلك الحالات؟ هل كان يتم إيصال الطعام إلى أهالي البنت؟
طبعا طبعا عائله فقيره ليس عندهم طعام او شراب او كذا، يضطر الاهالي تزويج بنتهم الى مقاتل حتى يعني يطعم هذه العائله او يؤمن لهم قوت يومهم، يعني تقريبا يعني هذا سبب من الاسباب طبيعي جدا، لكن الكثير من هذه الحالات بعد شهر او شهرين تنتهي، يعني اصلا هذا متزوج زواج مؤقت. سبب اخر ايضا يعني تشهده يعني مناطق قوات النظام هو القوه والسيطره والنفوذ، يعني هناك زواج بالقوه، يذهب مثلا مقاتل الى عائله ما ويهددهم، يهدد والد الفتاه مثلا اما تتعرض للمساءله او الى اخره، فيضطر الاب هنا ايضا لتزويج بنته بالاكراه. نعم هذا سبب اخر. في في اسباب في اخرى تفضل مصعب. في مناطق عندما سيطرت داعش على يعني اخذت المناطق من الجيش الحر ومن بعض المناطق من قوات النظام، يعني لم يكن هناك عمل، الحاله الاقتصاديه كانت مزريه جدا عند مناطق سيطره داعش، ايضا لا يوجد عمل، اما ان تعمل مع التنظيم مع داعش او لا يوجد عمل مع اخر، تنظيم ايضا الدولة. هذا كان سبب رئيسي للزواج يعني. صحيح. اذا تحدثنا قليلا عن تبعات وعقبات هذا الزواج اللي ما بيتم تسجيله، لانه يعني العسكري ما بيحق له يسجل زواجه، طبعا فيك تصلح لي مصعب، يعني تبعات هذا الموضوع من الناحيه القانونيه او حتى الانسانيه ايضا. هلا المشكله كبيره جدا حقيقه، سواء كانت قانونيه او انسانيه، يعني خلينا نحكي بصراحه، هناك امر مهم جدا يعني اريد ان اطرحه على قناتكم، يعني يعني هناك فتيات في مدينة دير الزور تزوجوا من مقاتلين أجانب، اسم هذا المقاتل أبو بكر التونسي مثلا، بعد شهرين ثلاثة إما قتل أو أسر من قبل قسد أو هرب إلى منطقة أخرى. هذه الفتاة نذهب ونسألها من هو والد طفلك، عندها ولد بعد عام، صحيح، أبو بكر التونسي، إيش اسمه الحقيقي، ما بتعرف، جواز سفر ما بتعرف، هوية ما بتعرف، مين أبو ابنك، مين عمه، مين خاله، نحن بدير الزور منطقة عشائرية ما نزوج أحد إلا نسأل عنه، نعرف من مين والده، مين عشيرته، واوا إلى آخره. يعني أنا أتذكر في مدينة دير الزور بعد عام أو عام ونصف خطيب الجمعة صعد إلى المنبر وقال لا تزوجوا بناتكم لمقاتلين أجانب، ما بنعرفهم مين هم، يعني تبعات مهمة جدا. الفتيات عندما يتزوجن، يعني البنت هنا انتهت حياتها بالإكراه، تزوجت يعني بعد ما كانت بكر، يعني باتت الثيب، يعني هاي مشكلة كبيرة جدا، وأيضا يعني أحلامها انتهت، يعني صحيح. حتى لو طلقت بعد فترة وتزوجت لا شخص يمكن آخر، إثبات هذا الزواج أبدا مصعب، يعني حتى في حال وجود شاهدين. هلا بالنسبه للقاضي والمحكمه اذا كان هناك شهود و يعني رضاه الاهل، وكان مثلا في مناطق سيطره النظام العسكري قد قبل ان يسجل هذه الفتاه، ربما يقبل القاضي، لكن انا اتكلم عن المقاتلين مثلا، على المقاتلين الاجانب اساسا، يعني هذا هرب، كيف بده يسجل الزواج، يعني انتهت حياه الفتاه وحياه هذه العائله ايضا، يعني سواء هناك فتيات، انا اعرف فتيات عندهم طفلين وثلاثه ما بتعرف اساسا اسم والده الحقيقي، يعني وكان مسجل على ورقه خارجيه، شو بدها تسجل عند القاضي، يعني الامر يعني حياه هذه الفتاه والعائله هذه الصغيره انتهت اصلا. يعني هناك نقطتين ذكرتهم مصعب، موضوع يعني العشائر اليوم والتركيبه السكانيه بتقبل هذه الفكره او حتى باعطاء البنت الى مقاتلين أجانب، كيف ساهمت يعني اليوم؟ هل كان هناك حضور ربما لوجهاء لحل تلك المشاكل ربما في المحاكم أو حتى مع الأشخاص أنفسهم؟ هلا بطبيعه المنطقه في مدينه دير الزور نحن منطقه عشائريه، يعني قبل الثوره كان هناك مشاكل مثلا الحيار، زواج الحيار، واحد محير بتعمه، يعني كانت هذه انتهت يعني. هلا الحيار يعني شيء وهي مشكلة اخرى، بعد يعني بعد الثوره أساسا، يعني عندما كان هناك حصار وقتال والحرب كانت مشتدة، يعني أساسا الناس لم تعد تهتم للعادات والتقاليد وهذه الأمور والعشائر، بات الناس بدأت تأكل، يعني الواحد دور لقمة بده يطعمي نفسه وأطفاله الصغار، يجوز يتزوج بنت مشان يطعمي أولاده يعني وعائلته الصغيرة. اليوم يعني من سنتين ثلاثة الموضوع لم يختلف كثيرا، يعني لا زال الوضع مزري في سوريا، يعني وخاصة المناطق الشرقية، النظام يسيطر على منطقة وقسد على منطقة، ويعني المناطق الحدودية مع تركيا أيضا، يعني العشائر لن تتدخل بشكل قوي جدا، ما حدا يستطيع أن يمنع عائلة من أن يزوج بنته لمقاتل، يا أخي أعطوني مصاري مشان أعيش طيب شهرين ثلاثة سنة سنتين، أو أعطوني مصاري حتى أطلع من مدينة دير الزور وأهاجر أسافر على دول إذا أوروبية. نحن اليوم أمام كارثة، يعني يزوج بنته وينتهي حياتها. نعم أمام كارثة، يعني ذكرت أحد الأمثلة أن هناك عوائل
أو ربما بعض المتزوجات لديهم 3 أطفال، يعني نحن اليوم أمام مشكلة عدم إثبات النسب، كيف ستتعامل المحاكم مع هؤلاء الأطفال؟ هلا والله بصراحة المشكلة كبيرة جدا. يعني الآن في مثلا عند قسد مثلا كثير من السجينات اللواتي كانوا متزوجن لمقاتلين وعندهم أطفال وعندهم طفلين وثلاثة أو طفل. المحاكم في حال كان في شاهد سابقا وقد أثبت هذا الشاهد أو الشاهدين أنه الزواج حصل شرعي وفي ورقة من قاضي أو عفوا كاتب عدل، ربما القاضي يقبل بتسجيل هؤلاء الأطفال، لكن المشكلة تكمن إذا كان الأب معروف من أين الأب، يعني وشو نسبه، وفي مثلا عنده جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد، هذا يسهل على المحامي قبول هؤلاء الأطفال. لكن لو كان ما في شيء يثبت، ماذا يفعل القاضي؟ لا يستطيع تسجيلهم أساسا يعني، وهذه مشكلة كبيرة وكارثة للنساء للأم. يعني عدد النساء، هل هو يعني عندك إحصائية عدد النساء اللي عندهم هذه المشكلة سريعة لو سمحت؟ حقيقة هي مشكلة كبيرة، يعني اللي بنعرفه نحن حالات بالعشرات بل بالمئات ربما، لكن اللي ما نعرفه نحن ذكرنا قبل قليل انه نحن بسوريا بالمناطق الشرقية منطقة عشائرية بحكم العرف والعادات والتقاليد، نخجل من هذا الموضوع يعني، خاصة بعد ما توقع الفاس بالرأس. ففي كثير عائلات لا يخبرون احد انه بنتنا تزوجت و الى اخره، فالحالات اكيد بالعشرات بل بالمئات، لكن الحالات اللي ما بنعرفها اكيد اكثر. شكرا جزيلا لك الصحفي مصعب الحند، كنت معنا من أورفا على تلك المعلومات. شكرا لك مصعب. اهلا وسهلا.